راكي نادا؟ لاباس الحمد لله. وانت كي بيا؟ شو بك راكي عيانه؟ قلت لك رمضان سكتي باك سورتو مع هاد العشر ايام الاخرين تاع لي كوموند. لي كوموند كي تشوفي مع الحلوه تاع العيد وكامله كي على بالك. وي كوموندو عليك بزاف ولا صافا؟ الحمد لله. يعني كاين بزاف طلبيات ولا زعما غير شويه في اتاك غير العاملات ولا كل عام يزيد على عام ويجوا لك تكبر جوستومون؟ ويجوا لك الخدامات ولا يجوا لك زعما ممشي ممسي ماشي خدامه؟ شوفي لا بيبال الخدامات وكاين اللي ثاني قاعدين في بالك ثاني اللي عندها بالك اللي عندها طهر وليدها كبيرة بيان سيغ ولي مرفا تكوموندي عليك وحلوتك بنينة اوبليجي تزيد تكوموندي بيان سيغ. كاين تاني كالطهور كاين ختان كاين المهيبات صح سيغتو ليلة 27 كيما رانا اليوم فوالا. صح سمحي لي شوفي اليوم درتي لنا كاطو شقيتي روحك بزاف الله يبارك عمرتي لنا الطابعة. قلتي لي اختي جبت لك تشكيلة تاع العيد يعني اللي راهو حاضر ربي يحفظك جبت لك ذوقوا شوية شوية تاع العيد. اليوم في 27 شوية يعني دوكا ولينا لازم نطيبوا حاجة تاع العجين فيها عاداتها وتقاليداتها نديروا نهار مختلف على نهارات الاخرين بيان سور. اه ولي لا كاين الثوميه ثومه ايه ثوميه ولا ثومه حنا نعيشوا لها هكا وهذوك العرايش العرايش كعكعات كعكعات تاع الطليه مقروط اللوز اي شاطره وسيله اختك لا خلاص صاي وش بك وهادو ما تشارك مسكر في غير تاع وهذا تشارك العريان ولي في خويين تقول في خوي باينين والله الله يبارك ذات يوم دخل باللوز لافاخ لافاخ جينواز جينواز كل واحد وش يدير. لا لا مش طاب من شباب كما يقولوا ربي يحفظك اختي. كيفاش كاش مناسبات كاش مهيبات؟ هاد الساعه رانا مع المهيبات ومع العيد بيان سور. لا لا صح انا كملناه رمضان ما قعدتش في الاسبوعات ولاو الناس يسبقوا المهيبه كيما الناس زمان خاطر دي فوا في العيد كي تعرفي الدار الكبيره يجوا الخوال والعموم باش نقولوا ما نغلقوش باب دارنا صافي تقول لك نجيب لها المهيبه من قبل ومن تو صابرين 12 يوم تاع صابرين بيان سور. تسمى انا هاد المره في المهيبه ان شاء الله كي تجيبوا لي المهيبه نجي نكوموندي عليك ان شاء الله مرحبا وقت يجيبوها لك في العيد الصغير انا بيني وبين يدرا دوكا اذا في العيد الصغير ولا سبقتها لك اليوم على خير تاع نادى الله الله كنا نفريوها معليش نعاود نكوموندي عليك انا راني قلت لك في المهيبه تاعي نجي نكوموندها عليك ان شاء الله ان شاء الله ما حبيبي ديجا راهي صاي راني نشوف فيها هاي صاي والله كملتي حوايج تاع العيد تاع دراري ياك 27 يقول لك نكملوا كل شيء تناو تبقاو لي غير صبابط يا وسيله كل عام نقول قبل رمضان ان شاء الله علاش حنايا توجو نحصلوا في الصبابط شوفي ودائما واش نقول نقول هذا رمضان ان شاء الله نكمل كلش قبل رمضان قبل ما يدخل رمضان كون كملت سورتو كي بديت الخدمه وكامل نلقى روحي يا وسيله دائما رطه تامني العام اللي فات ليله العيد ليله الشك لقيت روحي نجري الباسكيت لوليدي قولي والله بصح علاش خليتي روحك وين بعتي مع دابا؟ ما نفيقش ولا غير ما نفيق مع راسي كان يسبقوه الحوايج تاع العيد يسبقوهم قبل ما يلحق رمضان تلقايا خلاص نقول لك وسام ولا غادي ان شاء الله تزوجي ويجوك الدراري لازم تسبقيهم تسبقي تريحي تحصلي مع لافا ومن بعد ما تصيبيش بالك حتى واش تحبي في كولور ولا فليطه والله تعالى تلقايهم ميم نفس خلاص داوهم ديجا الحاجه المليحه تروح تلقايهم يلبسوا كاع تكون بعد كيف كيف واش تلقاي عند وليد والله تلقايهم عند هذا عند هذا كاع كيف كيف ومن فواسيل انا راجل ما عندوش الخاطر مع الدراري ما عندوش زعما داك الخاطر اللي يواسيهم وما نخرج انا في لي كوموند وطياب تاع الدار ونقري برا ثاني تما نقري الكاتو مش امك يعيشك تما راني نقسم وقتي لازم نهضر في رمضان تقروا ثاني نغمر نقري مره في السمانه وندير دورات سريعه تاع ربي معاك اسمعي انا نوضو ندوز نديك تشختوخه معوسه باسكو راهي تتعلم راهي 16 فيها يقعدوا لها اربع ايام شوفي لازم قولي لي فيها سلكتها شويه واش فيها فيها تحسن ماشي كيما لا لا عم بتلي كاش ما نعطي لك والله يزيد تدي الصنعه في يدك كيما قلت شي اختي حد تزوج ودار العيله ولا سبطار كي تعرفي قويقه في الورقه كيما يقولوا صافي لازم وتحمر من جهنا هذه هي ماشي يقولوا راحت عند اختها ما تعلمت والو ولا راحت لعمر ما تعلمت والو قولي لها راكي طوب راك لا لا ما عندي ما نهضر واش بيكي لا لا يخا شهر رمضان كامله ولا غير تشوفي شويه مي دوكا راهي صافا سيدي نقصي غير شويه تصاور نقصتهم ايه ماشي كيما كنت صافا لا لا ترزنتي من الجبه هذه ترزنتي يا سكتي تونس هنونه وحيلات عندها الفيس تاع التصوار سكتي بركان ما تطلق والو تاع دوكا وسيله يا اختي كي شتي بصح شوفي الصنعه كيفاش كل صباب ابليكاسيون كيما قالها واحد هذا تاع انستغرام وهذا تاع فيسبوك عندك هيا نوضي وريني تخرجي لي الصباع تاع الكوزينه نوضي نوضي ندى قعدي راكي في دارك راني معاكم اختي سمحي لي انت تاع زمان وش بيكي انت يا هيا اختي العزيزه حنديرو تشختوخه كي صافي صباح جاب لي واحد التشختوخه تاع عمر طموح اللبان راهي تخدم كي نقول لك واحد التشختوخه قلت زيد جيبينا غير اللبان راهي هنايا نادا شوفي تاع بسكره وسيله تاع بسكره حنونه بالطبع والشان بصح انا نديرها بالمستي الخاصه يا حنونتي لازم وسيله الصبري شوفي نسخنوا شويه المرميطه تاعنا يا منين انا هنا من الجي
تسمى الجزائرية عاصمك داكوغ. كيفاش العدد تاعكم في 27؟ نختلفوا كيما رانا نديروا، نختلفوا نهار واحد مع اليامات الاخرين نديروا فيه عجين باغ اكزومبل. الطعام اللي فيتي وابس كنديروه في العيد، تسمى نديروا شخشوخه ولا نديروا شخشوخه القسنطينيه ولا نديروا باغ اكزومبل رشته، حاجه عجينه وسام ثاني توجور 27 ديري حاجه عجينه. ما تحبي طيبي الشربه نقولوا نطيبوا بصح نزيدوا ان بلا، احنا ماشي حنا نقولوا غير شخشوخه الشربه راهي كاينه كان بورك نديروا كل شيء بصح نزيدوا حاجه تاع العجين يا اختي ديها معك. تحبي ديري طعام ديري تريده ديري واش تحبي، مهم ما تجوزيش هذاك النهار بلا ما حاجه تدخل فهمتي. شوفي نبدا نديرو شويه سمن ياك هدايا يدوب يا اختي هاكي خبي حنونه اعطيني واش نعطيك شويه طوماطيش ويتعاونك وسيله في المعطه والله غير شوفي لا تغسلهم هي ما نقدرش يا اختي سلكاتك المعطه لا لا سامطين كيما قلتي المعطه. نديرو شويه طوماطيش غابي شوفي خلوها تقوتي اعطيني ثاني نزيدو نديرو شويه بصل بيان سور فوالا هاكي اش فاي وسامه ايه ميم تي هير رفدي علينا اني شفتي اون سي جامي بالك شنو جبتي لهم اليوم. اليوم درنا رشته وسيله ايه ما طيبت انا في مع تشختوخه كي على بالي بلي نجي عندكم تما طيبت وجي ايه ها اعطيني ثاني وسام شويه ثوم انا نحب ندير لها شويه تاع الثوم هاكي تجي من السما. علاش نقول لكم علاش ما كنت اختي وسيله لا في الباكيت كبتهم صح الله الله كاين انا ما نسيت كيما قلت صح والله. ها اعطيني ثاني وسام طوماطيش كونسونتري دوك تشوفي كيفاش تولي الريحه تعبق هكذا. اعطيني لي زيبيس لي زيبيس نديرو غير العكري فلفل الكحل وراس الحانوت داكو فوالا شفايه هاكي لا لا لا, لا عندها عندها راس الحانوت وفلفل عكري وفلفل الكحل هاي شفايه حنونه يا سمعي نادا والله غير هاكي تعرفي دوك البنات تاع دوكا كي راهي تحب تعلم سيدي جابو الملح يا وسام. شوفي ديجا حنايا نطيبوها كبقر نهار الله لازم تلقى ديك النسمه حنونتي لازم شوفي ما نحبش بعد تشختوخه تحب الحرور الملح هكذا فوالا. ها الحميصانه تاعي راهي طيبه ما نديرهاش دوكا عطيني تاني الجاج هذاك وسام على القرن الحار شفتي اختي ست في حنونه ست في يلا بسم الله روحي ديري اختي ديري شوفي حنونه طرف الشباب ايه يلا ديري اختي ديري احنا ما نلعبوش باش طيبيها انت نديرها هكذا دجاج بالجاج شوفي عباك تجيبني لها بالجاج هي بيديروا اللحم بصح نحبها بالجاج انا هذايا خليها نديروا لها هكا باش تطلق الاخر تاعها صح اختي حركي غير بالشويه عجبتك لاستيس لا 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 دوك انت راني نتعلم منك شتي كيفاش ايه ها لازم صافي غير ندير على بالك ما تقوليش هنا عندي اللفت والبطاطا هذا ما كان عندي اللفت والبطاطا تجي حلوه بيان سور نديرها ماشي دوكاتيك حتى وين تقلى لي مليح عيتك هذا ايه بيان الدرسه تاعو كامل كل حاجه بالطبع دخلتها وليت عليها اختي بعد تخليها ماشي مازال اخبط برك المغرفه تاعك بالعقل بيان سور ماشي دوكا المرقوق لا لا حتى ونخلوها شويه ايوا والدجاج شويه يزيد ايوا هاكي غطيها ومن بعد هاتيك هذيك تشختوها نفوروها على المرقه إيه. وندهنوا هذا ما كان فهمتيني هذه هي نخلوها هكذايا ها قلت لكم انايا وهذه اللفت والبطاطا نستعملوها من بعد تي كيطيب لنا شويه لتدخل طياب كما قالت لك الدجاج هذاك نرموا اللفت والبطاطا تاعنا باش تختر لنا المرقه ودوك تمتم على بالك وسام بالخف إيه. زيدي احكي لنا نادا قولي لي كي ختنوا الصغير في 27 كيفاش ديروا؟ العوايد حنايا احنا احنا لا بيبار دراري نختنهم يا في النصفيه يا في 27 غير كاع كيف كيف يعني تاع لا فامي وتاع الجيران إيه. يدوهم يعني كاين يدوهم صباح يطهروهم وكامل صح وفي السهره يجوا الجيران يجوا الاحباب يجوا صح عندو ديك السهره الله الله تاع لاتاي وتوجو حاجه معسله السينما واش ديروا زعما تيك عطينا شويه نوع واش ديال لي كاطو معسل محنشه مازالهم زعما يتبعوا فوالا زعما المعسل تاع الزمان ولا كاين حاجه جديده صلصة العجين صلصة العجين ما تزول هذيك ما تحول ما تزول ما اسمها المشكله نحطوها بقلاوه حاجات المعسله كامل نحطوها كامل كي تكون عندنا هكا واليمه والمقروط المقروط تاع اللوز ولا تاع التمر تاع الغرس ندير هاك وهاك بالنسبه على حسب الطلبيه انا نحب مقله يا وسام انا نحب المقله انا نحب مقله مرمل اللي يجي الله ودوك بصح في رمضان بزاف ندير المقيرط لا تعرف هذاك المقيرط المقيرط الصغير هذاك كي يكونوا بزاف المعسلات باش ياكلوا حاجه خفيفه يعني صح هذوك ولاو ينقصوا بالك في الحبه بون كيما هكذا يا الله يبارك انت راكي جبتي الحبه ربي يحفظك
كيما نقولوا في حنا معروفين تاع الوسط نخدموا الحبه كبيره تاع الواو. انا نحب حبه كبيره الحين نشدها ونحطها في التبسيل في زونطه كيما نقولوا بخيزون. احنا عندنا العين لازم كاين ولايات ثانيه يديروا يديروا الكاكو صغير شويه. شكون؟ ولاية تانية باغ اكزومبل الغرب الشرق يخدموا لي كاطو. ما عندهمش لي كاطو كيما احنا بعد الشرق على بالك يجوا يكومونديو منا من عندنا ماشي عندهم مقروط تاعهم عندهم تاعهم هما يعني الحاجة اللي تخصهم هما. طمينة اللوز عندهم صح كل ولاية عندها حاجة مختصة يخدموا المقروط تاعهم. حتى الروايح واش نقول لك صافي اليوم درتي لهم الرشطة قلت لك انا باقي لاباتة اليوم ينوم تشختوها غير الصباح عيطت لي قال لي شوفي راح ديري لنا تشختوخة قلت لهم انا تجيب لنا البنت عمي واحد اللبان هذه ومرتو تخدم سمعي تحبي تختوخه تحبي رشته تخدم بالطبع مرت عميمه يا ملاه ولا باش تخدمي شنو لا لا خليها تسترزق يا مونامي فوبا راجع على بالك خليها تسترزق المرايب حنتي والله ما تعرفي انت ثاني يجي نهار بالك راجلك هكايا تخدمي يا ويسه ما تهضريش نورمال تعاون روحها نقول لك بليتك لاباس بها. شوفي هيا بركي بركي ماشي مليح الزوخ. وشوم الدراري قراو شويه الحمد لله مع لي باكون. شوفي تقلت بطبعتيني الماء يا ويسه ما عطيني الماء نمرقوها ونخلوها هيا مرقي اختي. شوفي هنا باش تعودي تعرفي ديري المريقه الله الله زيدي حتى وين يتغطى لك الدجاج. واش نقول لك يا العزيزه شفتي حتى وين يتغطى صح اختي حنونه صحه صحه تخبي دوك نغرقوا عليها كي تغلي الغليه الاولانيه نرموا شنو نرمو اللفت ويسام ولا نقول لك جيب ارمي اللفت ارمي باسكو تمتم طيب سوا مع الجاج ما فيش الروح. ايه والبطاطا هي الاخرانيه ارمي اللفت تشوفي هيا ارمي دوك الحبيبه تاع اللفت 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 ويسام اللفت لا لا كنت حاجه تكرف فيها هكا قلت لي ترمي حبيبه بطاطا هي نورمال واش بك يا اختي داك اللفت باين ها هو بيض ايه بيض يا حنونه كاين واحد الفارك لنا حبه وقيلة سكتي هذاك ومن بعد الفار نبيعه ولا لا لا نبيعه ومن بعد هذاك الفار. المهم يا وسام هاي لك المريقه دوك احنا نخلوها طيب ونعاودوا نولوا بها شغليكم واحد الريحه واحد الريحه يعني نشوف فيها الحق حتى انا وسام نقعدوا معنا هذا نقصروا ما يزيد اروح. شوفي وسام الله 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 رمينا اللفت زدنا البطاطا شفتي تتقال وحدها دوك عطيني الحميصه يا وسام تانيك هذا وجيب الكسكاس نفهمك علاش. شوفي اختي هاني رميت الحميصه هاكي دوك روحي انت هنايا ندير لك الكسكاس راني نقصت لها راهي تتجمر ديري هنايا شويه هذيك التختوخه تفور عليها باش تتندى عمري اختي ما تخافيش يا حنونه استني بالطبع دارتها بالطبع هي جيبي هنا وديري فوالا في الكسكاس وحطيها واش رايك والله كي تحبي الشابه كي تحبي ديري هاكي عمري اختي وحطيها تفور بالطبع بالطبع عمري تفور وروحي نلعبوا شويه معنا هذا على بالك واش عندنا هذا يكون سميت شباب وسيله يكون سميت. شوفي دير حاجه بالطبع يا اختي العزيزه والله غير تستاهل يعني واحد يهضر عليها راهي على ورقه وي بالطبع شوفي شوفي بالطبع زيدي ويسام انا باغي نوري لها راني نوري لها زيدي اختي حنونه صح نفوريها على المرقه تاعها سمعتي باسكو ما فيهاش طيب تتندى برك سخون لنا كي نسربيو الله يبارك فيك مليحه تكفينا احنا دوكا ديريها من الفوق هذيك نرجعها انا من هنايا خلاص دوك انت روحي ديري لها الندى السؤال عجبتني هذه هذه كي نجوج ان شاء الله يحب تختوخه قلتي لي بلي كيحب تختوخه والله غير يحب تختوخه دوك ندير لها السؤال نمسح برك منه روحي اختي انا راني هنايا ديري انت السؤال انا راني هنا باش تعرفي بلي تي كوليت مرات هذا لا 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 انا نعطيك الدبلوم روحي برك واش راكي كي مليحه الحمد لله عدنا ولينا لك حنونه الله راني مع الريحه واش نقول اكيد شوفي جوستومون باش ما نديكش بعيد قلت لك واش راكي على بالي راحتي راحتي واقيل بالسكره الدوري بالسكره معروفين بالتختوخات بالسكره الله الله صحه جيبي لي هذيك خروطيها والله خروطيها يا ويسام خروطي خروطي هنقولها حركي غلطي خروطي هكذا صافي هي عرف ديك السؤال اي روحي هذه واحده واحد برك نقراها انا نقراها كيما حبيتي كوني برك مرتاحة لو كان اسمك جا ماشي شباب كي تكبري تغيري اسمك ام تقولي نورمال هذا هو البروبليم عندك سبحان الله يا الله جميع ماشي نورمال هنا جا ضيف يقول لنا البقاله والسويق على حساب القلب سبحان الله على بالك هيا بكل صراحه تجاوبينا وصح عندي بروبليم على الاسم يعني اسمي الحقيقي الحقيقي انه رزيقه الله يبارك وما نحبش هذا الاسم ما يعجبنيش سماتني به ماما علاش الاسم شكون مربوح شغل تاع بكري تاع العجاج
لا لا شباب رزيقه ولا غير شباب رزيقه ملكي كنت غير طلعت للسوام يعيطوا لي رزيقه يقولوا اسمك ماشي شباب قلت لهم يعيطوا لي قطره النادى تما راحت في يدي نادى 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 الان تزوجت وقعت نادى نادى صافي انت سميتي روحك قطر النادى قطر النادى قعدت صح تسمى الاسم تاعك الحقاني هو رزيقه ما شاء الله هبه عاشت الاسامي والاسم كيما حنا نقولوا برك واحد يعيط لك هكا قطره النادى نادى 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 واحد يعيط لك نادى يعني ماشي بلي بابي راهو 30 سنه ويمشي هذا نادى معليش بصح ماشي بالاوراق لا لا ماشي بالاوراق واش على بالي قلت لك هذه تقول طليتي على الجرح ستي وشنو هي الحاجه اللي ما خلاتكش تروحي تبدلي الصحه على الورقه ولا غير الوقت برك الوقت برك في الوقت برك ولا غير الوقت برك هذه عجبتني انا ان شاء الله باذن الله نبدلو صح معليش ديري رزيقه وقدامها نادى ماما ما حبتش قديم تبدلهاش هذه هي اسم انا خيرت اسم ماما بدلها عبك كيفاش سمتني ماما كانت مكسله داير لاسياس قريب تول قريب تولد بيا سمعت وحده عيطت ليماها عيطت لاختها رزيقه رزيقه وجا الحليب ماما فطنت فطنت مع داك الاسم تاع رزيقه والحليب اسم ربوح قالت ما يعني مع اللي كانوا عندنا ثلاث دراري تما قالت كون نجيب طفله بكري ما كانش ليكوغرافي قالت كون نجيب طفله نسميها رزيقه تما قعدت شدت في هذاك الفال وكي زدت زدت انايا قالت لانفيرمي قالت نسميها رزيقه وجاتها طفله الله يبارك يعني جيتي وجبتي الرزق وجابت الرزق معاها والله وجبتي الرزق تاعك ان شاء الله ستي تما الاسم ما يتبدلش وتحيه ليماك وربي يحفظها لك ان شاء الله وانا تاخذي رايي بالك يديري غلطه تروحي تبدليه خلاص الله يتعالى ما تبدلش يا هذه هي كيما انا بابا هو اللي الله يرحمه سماني شفاي هو اللي سماني وسام اسم شباب ويسام بيان سور نهار كي سماني ويسام ربح عليا ويسام الويسام هذه هي حاجه مليحه ايه ويسام تسمى تطلعي في الكراج اسم انا ما ربحوش عليا يربحوا عليك وسيلة شوفي أباكي كانت هي المفشة تاع الدار وما تجي أنا ديت أنا إيه لازم أختي ما عندك أنا المهم أختي نموت عليها ونحبها يا ماما أنا نحبك نحبها دي زفتي أنا بس لها حقي تعلمت ونمدي ونمدهولها شتي بلي كتمسيبي أختك تعطيك حقها تاع الورد صح انا وسيله علاش نحبها باسكو انسانه رزينه وانسانه كي تحكي لها كاش حاجه تفهمك ماشي تروح تحرضك باش تروحي ديريها وانسانه نرفد عليها طياب هذه هي الفاستيوس وكاعيتك هذه هي علاش وسيله نحبها باسكو تحسيها انسانه ناضجه ماشي زعما هكا وحده كبيره كبرت وخلاص لا لا تحسيها كي كبرت والكبير كبرت على الصح دائما يشد المسؤوليه ويرفض المسؤوليه شتي لا بخوف راكي ستاش في غمي عندي ايه واش رايكم واش راكم تشوفوا انا واش نقول لك يا وسيله شوفي المرقع عاقده الله الله ما بقاش ويأذن واقي وسيله قعد ما قعدش اسمعي دوك نوجلك تباست على بالكي شكون ويسمع نروح نروح ندي لهم جري جيبي لهم برك نكملوا برك مع هاد الاخر قلت المرقع خاطر لا لا وي شوفي عباك تختوخا تشرب انا ويقول لك ويقول لك اللفت هذه ثاني شوفي اذا صح ياك انا راني راني نتعلم وزيدي قولي لي اللفت زيدي خطر المرقه صح آه صح ميم ميم البطاطا اه ميم البطاطا ثاني شوفي اي القرنحه ثاني ها هكذا برك شحيتينا يا وسيلة أو شو نقول لك يا وسام ودي لها سني مازال رشات عرس الحانوت من فوق الله الله ماشي هذا هاوليك هاوليك واش نقول لك واحد الريحه النسمه الحق لهنا واش راكم كنتو تشموا والله انا نشموا الله الله وجاب لنا البن عميموح بيان سور درتي فريجيدير اه شديتو على البن سخون راني جايه دوك هذيك نضربك يا اختي بواحد الفال كيما قال بالطبع واش كيما ريحه التشختوخه اللي راهي تفنجس كيما يقولوا يلا وراهم الفلفل يلا خروطي دوك منك على قولت وسام خروطيها هذه هي الفال تاعك يا ضو شحيقول هاتي نقرا لك الفال عقدي ونوي نويتي نويت صح نوي نوي يا العزيزه ايه شوفي قال لك يدور عليك الزمان يا نكر خيري وراح تعرف قدري كي تعاشر غيري الله والبقاله طلت على قلبك ولا لا طلت هذا القلوب ولو بالكون اللي يجي يقول طلت على قلبي القلوب كاع ولو دي بالكون هاكي خبيها حنونه باش تفكرينا زيدي بيسا مش مازال نزل لنا حاجه هاطيها هاطيها اختي يا الله الله بصح ويسام حلوتها واش رايك اختي لا غير بالضبط نديرو هكذا لي فخوي في عرسك بيان وفي ما واش نديرو قالت لك خرجت السبحه وخرجت شبيك انت يا اي شوف فيهم كل شيء باختام ايه ديري لنا مهم حاجه تحمر الوجه كيما السبوع كيما الطهاره كيما ايه يديروا له الطربوش يديروا هذوك البلايا صح قولي لي حاجه يعني ديروا القطران في الاسبوع عشان كيما هكذايا دوك تحني انا نشوفوا بعد نحنوا نحنوا واسن ندير لك شي قطران ونديروا القطران نديروه تحت الجليد على بالك واش كاين كيما الباب
كيما نديرو عند الباب نديرو مور الودني ثاني حشاكم حشاك تحت رجليك نقولوا باش فوقاش هذاك النهار يما تقولنا يتسرحوا هذوك الناس هذوك الناس كيما تاع العوايد وسمعنا ونديرو شي حنه شريت الحنه نديرو معنا دحنينه نشعلوا جوج شمع فال هذه هي نضربوا تختوخه بالطبع هكت بك بلالخ وكيف انت جبتينا الخير هذا كامل وحبيتي ومن بعد بصح نعيط لتيتونه وما تاكل معنا حبيبات انت تيتونه في كل محضر يا اختي اسمعي علاش نهار تاع اليوم الله الله لازم على بالك واللبن بعثوا لها زوج حبيبات بيان سيغ هو يجيب لنا البن وحنا لا لا كي تعرفوا تبسي تشطوخه تاعو ورايح يوصي انا نستنى غير وقت شي يقدم باش ناكلها تتشارك باينه قهوه حليبه وجد سني ومن بعد غير الحليب مازال ما غليش حبيتش نغليه من دوكاتيك واش تحبي تحبي قهوه حليب ولا ندير لك لاتاي لاتاي لازم ويسام لاتاي وندير قهوه حليب باسكو انت قهوجيه انا ما نشربش قهوه حليب غير هي هنايا جابتنا معها هذه انا لاتاي مي هي جابت معها هذه قهوه حليب تاعها يهضر وشي تكتب لنا خليها تكتب يا اختي خليها انا الريحه هذه تتشخشوخه دوك تضربي حنو انت تشخشوخه وكيفاه واحد البنو شوفي شي تكتبي لعزيزه شوفي شوفي كتبتها صغير ولا ما قدرتش نفهم المهم هي لحقه كانوا شي نقلوا عليها في لحقه في الامتحانات هي لحقه في السطور صغيره كتبتها ما كانوا شي نقلوا واش نقلي ما ينقلوش لا لا لازم سيني حنو بعدا كي تيتونا كيفاش بدا عرف لك ندى كانت معايا ندى اللي تخدم الحلوه لازم تشوف تيتونا سينياتور اقرايها لنا دوك قرينا لا لا بيان سور اشكركم كثيرا على الدعوه والاستضافه حسيت روحي في داري نشكركم بزاف وربي يوفقكم ان شاء الله هاي ودك تصور كيما نقولوا حنا هذا هو البليزير تاعنا واحد كي يجي نظيف يحس روحو راهو في دار في دار وراكي قلتيها بالك برك الفال هذا هو البليزير تاعنا خبي الفال تاعك عندك خبيه هي دوك نديرو تصويره حنونه نديرو لا فوتو ما لازم سيلفي ها لازم معليش هذه بيناتنا بصح باكي برا لا 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 سي نورمال وحنا ثاني شوفي ما نخلوكش روحي ديفير كي جبت لنا هي الخير والخمير حنا نقول لك عندك شوفي داك لو كوفري تاع فيفاكوس اي لي بلان دو برودوي كوزميتيك معمر عندك لا تروس دو ماكياج من عند فيكتوري هاند باك وعندك منتوجات طبيعيه كذلك باش تعتني بالبشره تاعك من عند ياقوت بيو ماشي غير طياب 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 اي والله يا سيدي تعتني بالبشره حشمتوني تما مانيش رايحه ديافير غير يا خا واش بكي مزاجي تاكلي وتضحكي وتشربي وتبلاقي ديهم كاع سهره طويله اختي يلا واش تقول لنا رمضان واش نقول لكم يعني مع اللي راه يدخل العيد علينا نقول لكم نعيدوا بالصحه ولهنا دي تاني ان شاء الله يا ربي نتوما تاني صحه عيدكم في حياتكم وحياه العائله كامل الله يسلمك ان شاء الله يلقانا من حيين كل عام ان شاء الله ان شاء الله انت تاني ان شاء الله والمزيد من النجاحات ربي يحفظك التألق يا رب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا رب وانا تاني نقول لك شرفتينا اليوم ربي يحفظك جيتينا وجبتي لنا تاني زينتينا الطابله كيما نقولوا ربي يحفظك وحلوه العيد انا نسالوا لك سي نورمال سي نورمال وسيله سي نورمال الهيبه بس بيجي والبعد تعليم ماني هذيك هي عجبتني تاع السبحه وتاع الوها ان شاء الله المهم واش نقول لهم وسام نقول لهم ديما تلاقاو في حلقه جديده مع انا واختي على قناه الوطنيه تي في ديما على 3:10 3:40 هكذاك روحوا طلعوا علينا واش نقول لكم نحبوكم بزاف وبيان سور مازال ثاني حكايه جديده ايه ماشي غير 27 ضيف جديد مازال كاين مور 27 ناس كتب بك راهي طويله المهم نقول لكم صحه فطوركم سلام